بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تفتح الريفت فتلاقي خطوط كده موجودة في قلب السكشن أو الإيفيشن بتاعك. طيب الحل بتاعها إيه؟ الحل بتاعها بكل بساطة إن كده يبقى أنا معناه إن أنا شغال في ديسبلين ستراكشر. لو أنا خليتها أرتكشر هتلاقي إن الشكل اتصلح، لأن هي الشغل بتاع الاستراكشر بيبقى عايز يشوف الحاجات اللي وراه، مش مهتم بشكل قوي. شغل الميكانيكال بيخلي الحيطان والأعمدة وكل حاجة خفيفة، ويتقل بس الشغل بتاع الصحي وشغل التكييف والمواسير والضغطات وهكذا. برضو من ضمن حاجات الفي في أدخل في أنوتيشن، ممكن تلاقي الريفرنس لاين والريفرنس بلان. ممكن ساعات هما بيكونوا حد رسمهم وسابهم فعاملين زحمة في المكان.